الحقيقه يمكن دي رساله يعني كنت أت يعني كنت حابب ان انا اتكلم فيها بس كانت ظروف ماتشات الاهلي ومواجهته في كاس العالم يمكن وتركيز الناس مع الماتشات والنتائج والاداء وكده ما كانش ما كانش يعني هيكون ليها محل من الاعراب او يمكن ما كانتش تلقى الصدى اللي انا اتمناه الحقيقه واتمنى ان الرساله تكون واضحه الرساله دي انا بوجهها لكل القائمين على الكره المصريه بما انه يعني الحمد لله الحمد لله رصدنا من البطولات على مستوى المنتخبات بكل فئاتها بقى منتخب اول منتخب اولمبي منتخب شباب وايضا الحقيقه على مستوى الانديه رغم انه يمكن النادي الاهلي هو اللي ظهر في الصوره وفي المشهد يعني بشكل اساسي ورئيسي لكن ده ما يمنعش انه يعني عندنا صحيح الزمالك بيعاني فتره دي وبدايته غير موفقه افريقيا لكن دايما هتلاقي الزمالك موجود في المنافسه على البطولات الافريقيه هتلاقي فيوتشر وبيراميدز في الفتره الاخيره كمان بيشاركوا في الكونفدراليه واعتقد ان شاء الله يكون ليهم حظوظ اتمنى يعني يكون ليهم حظوظ السنه دي لكن في النهايه وانا بتابع دايما ماتشات الاهلي واحنا بنتكلم على ماتشات الاهلي وانا بتكلم مع الزملاء هنا في القناه لفت نظري شيء غريب جدا واستغربت الحقيقه انه يمكن كنت اثرته قبل كده في واحده من موضوعات بشكل اساسي في القناه هنا في السادسه ولكن يبدو انه يعني ما مهتم بالقضيه بشكل كبير انا شايف انه على رابطه الانديه وعلى اتحاد الكوره وعلى كل رؤساء الانديه ومجالس اداراتها الحقيقه ان هم يلتفتوا للموضوع ده والموضوع ده خاص بالحقوق الملكيه الفكريه للماتيريال الخاصه بمشاركات الانديه المصريه والمنتخبات المصريه في البطولات العالميه والقاريه يعني منتخب مصر مثلا لما بيشارك في بطوله كاس العالم منتخب مصر لما بيشارك في بطوله امم افريقيا النادي الاهلي بيشارك في كاس العالم بيشارك في في بطوله امم افريقيا وغيرها من المنافسات اللي هي خارج حدود مصر يعني القصه هنا في حقوق البث الحقيقه بشوف فيها ظلم شديد جدا لحقوق الانديه المصريه وانا عارف طبعا انه الاتحادات المنظمه او القائمه على تنظيم البطولات هي اللي بتقوم ببيع حقوق البث في البطولات دي للقنوات في مختلف المناطق في العالم يعني يعني مثلا انت بتتفرج على الدوري الانجليزي في منطقه شمال افريقيا الشرق الاوسط في شركه بتملك حقوق في اسيا شركه تانية في جنوب في امريكا الجنوبيه شركه ثالثه في اوروبا شركه رابعه وهكذا يعني لكن في النهايه الماتيريال دي جزء بتبقى هيبقى في يوم من الايام جزء من تاريخ النادي يعني انا لما اجي اتكلم مثلا عن مشاركه النادي الاهلي في بطوله كاس العالم من خمس ست سنين اعتقد ده شيء مالوش علاقة بحصرية حقوق البث في التوقيت ده ده بقى جزء من تاريخ النادي الأهلي ومن حق النادي الأهلي أو من حق منتخب مصر أو من حق أي نادي يعني بيشارك في أي بطولة إنه يبقى عنده أرشيف خاص بمشاركته في البطولات دي ممكن تبيع حقوق البث بشكل حصري اثناء فتره البطوله او حتى على اقل تقدير ممكن بعد فتره الب... او بعد البطوله ما تنتهي مثلا بسنه بسنتين بثلاث سنين تملك حقوق الملكيه الفكريه للماتيريال دي، لكن اعتقد انه من الطبيعي جدا ومن العدل ومن المنطق انه بعد مرور فتره كافيه لما بتصبح البطوله دي طي النسيان، بقت ذكرى في التاريخ، ما بقاش حد مهتم اساسا بشكل كبير جدا ان هو يتابعها ولا يعرف اخبارها، انه مباريات الانديه دي ترجع ليها، يبقى عندها نسخه منها تحتفظ بيها لانه ده جزء في النهايه من تاريخ النادي، لما نيجي نتكلم بعد 100 سنه من النهارده الاجيال اللي جايه يعني بعد كده اللي بتيجي تشجع النادي الاهلي وعلى شاشه النادي الاهلي في يوم من الايام اللي طبعا بالتاكيد مش هتكون بالشكل النمطي اللي أنتوا بتشوفوه ده اكيد هيكون شكل مختلف تماما او بشكل التقليدي يعني اللي انتم بتشوفوه النهارده ساتلايت وكيبلز وحاجات كده هتكون في طبعا حاجات ثانيه يعني متطوره اكتر لكن من حق النادي في, في الوقت ده انه تاريخه وارشيفه وخصوصا النادي ناجح زي النادي الاهلي عنده عدد كبير جدا من المشاركات والتتويجات والالقاب اللي بيحققها في البطولات دي يبقى يعني عنده جزء من مبارياته حق نجومه عليه اللي شاركوا في البطولات دي ان هم يبقى عندهم القدره ان هم يشوفوا نفسهم ويستعيدوا ذكرياتهم هنا قصه مش قصه حقوق بس هنا قصه قصه حقوق ملكيه هنا القصه قصه تاريخ هنا القصه حاجات كتيره جدا لابد انها تتحط في الاعتبار